مراسلنا من حلب مباشرة أنس رمضان. أهلا بك أنس، بداية من أين تطل علينا في هذه التغطية؟ مراسلنا من حلب مباشرة أنس رمضان. أهلا بك أنس، بداية من أين تطل علينا في هذه التغطية؟ ودعنا في صورة تفاصيل وجغرافية المكان، سيما بأنه على ما يبدو تسير اليوم أول قطار على السكة الحديدية بعد طول انقطاع. نعم، تحية لك ربا ولمشاهدي الإخبارية السورية من أعلى منطقة جغرافيا في مدينة حلب، ما يطلق عليها أبناء حلب كورنيش الإذاعة. هذه المنطقة التي كما نشاهد هي فعليا منطقة سكنية وتجارية تشرف على أكثر من يعني حي، أو ربما القول هي تشرف على أجزاء واسعة من مدينة حلب من الجهة اليمنى لعدسة الإخبارية السورية، أو اليمنى يمكن أن نرصد جبهة شلبي الزبدية، الأنصاري الشرقي باتجاه جسر الحج، ومن ثم الفردوس، بستان القصر التي نشاهدها أمامنا أمام يعني شاشة الإخبارية السورية، وحديقة بستان القصر، وصولا إلى المدينة القديمة قلعة حلب التي تقع وسط المدينة، إضافة إلى الملعب البلدي المشارقة، القصر البلدي الذي نشاهده أيضا خلال عدسة الإخبارية السورية، وصولا إلى برج الإذاعة وهو مبنى الإذاعة والتلفزيون مركز حلب، حيث كان يتم بث إذاعة حلب الحكومية، إضافة إلى كونه مركز للمركز الإذاعي والتلفزيوني. تحديدا دعيني أتحدث عن هذا المركز الإذاعي والتلفزيوني. عندما دخلت المجموعات الإرهابية المسلحة هذه الأحياء الواقعة شرقي المدينة ووسط المدينة، حاولت عبر عدة هجمات من الدخول إلى هذا المبنى الذي دافع عنه رجال الجيش العربي السوري، وأبعدوا خطر المجموعات الإرهابية المسلحة. وهنا يعني أذكر زميلتي الشهيدة يارا عندما توجهنا إلى هذا المبنى، ومن ثم تم استهدافنا بقذائف الار بي جي، وتم تأميننا في وقت لاحق من قبل الجيش العربي السوري للخروج من هذا المبنى الذي بقي تحت سيطرة الجيش العربي السوري. كما نشاهد في هذا الحي، إذا أخذنا الأمنية السكنية أيضا، هذا الحي يعني استهدف مرارا وتكرارا باعتباره أنه كان الجزء الآمن الذي يتواجد فيه المدنيين من الإذاعة، من حي الإذاعة، وتم استهدافه بعدد من القذائف المتفجرة والقذائف الصاروخية. ما تعمل عليه حاليا آليات مجلس المدينة ومحافظة حلب هو ترحيل الأنقاض وأيضا السواتر التي خلفتها المجموعات الإرهابية المسلحة، كما نشاهد بأنه تم ترحيل الأنقاض من هذه الشوارع وهذه النقاط كما نشاهد هنا. الناس يتوافدون إلى هذه النقطة باعتبارها بأنها إحدى النقاط التي كانت كما ذكرنا كان أبناء حلب يتجهون إليها في وقت سابق لا سيما قبل الحرب. حاليا تقوم الآليات على ترحيل الأنقاض من ناحية، ومن ناحية ثانية تقوم آليات مجلس مدينة حلب أيضا بقشط الشوارع كيعني استمرار لعملية ترحيل الأنقاض فعليا من هذه المنطقة التي تؤدي كما ذكرت إلى منطقة الزبدية وإلى سيف الدولة. وبعد هذه المنطقة يعني إذا اتجهنا إلى الجزء الآخر، في هذا الجزء يؤدي إلى منطقة الزبدية وأيضا إلى نزلة الإذاعة. تلك الأجزاء كانت تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة، وتم تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري. وهنالك حتى لا يضيع تفصيل الشق الثاني من السؤال، ماذا عن السكة التي تم تسيرها قبل دقائق ربما، وبعد ذلك نتحدث عن التخريب بالبنية التحتية في تلك المناطق التي تحدثت عنها؟ هل هو تخريب كبير؟ لم أسمع السؤال. أنا استسمعني الآن. لم أسمع السؤال. الآن تسمعني. نعم، أسألك عن تسيير السكة الحديدية. قبل دقائق من خروجنا على الهواء كان هناك تسيير لأول سكة حديدية، ضعنا أيضا في الصورة. هي تجربة تقوم بها الخطوط الحديدية السورية على سكة القطار، لا سيما بأن أيضا الخطوط الحديدية السورية تتجه إلى إعادة فتح هذه السكة لكي تسير رحلات، لا نعلم إذا ما كانت باتجاه المحافظات السورية، لكن على الأقل هنالك رحلات داخل يعني مدينة حلب بما يخص رحلات القطارات لتربط الأحياء الواقعة شرق المدينة بالأحياء
الأخرى. دعيني أنتقل إلى الأستاذ مهند عبود، وأنت رئيس شعبة الصيانة. نعم نعم نعم. نتحدث عن عمليات رحيل الأنقاض هنا في هذا. يتم الآن استهداف الشوارع الرئيسية في منطقة قطاع الأنصاري، وتم ترحيل ما نسبته 90% وفتح 90% من الشوارع الرئيسية، والعمل يتم على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي إزالة السواتر وفتح حركة المرور أمام الأخوة المواطنين تسهيلا لإعادة تأهيل المناطق. المرحلة الثانية يتم بعدها قشط الأرصفة ومن ثم ترحيلها وغسل، انتهاءا بمرحلة غسيل الشوارع. تمام. هاي المنطقة إلى خصوصية عند أبناء كل مدينة حلب، متى يتم الانتهاء بشكل كامل؟ هلا حاليا نحن الشارع الرئيسي انتهينا منه، مثل ما نكون شايفين تم ترحيل الأنقاض من هذا الشارع اللي هو بحدود تقريبا شي 200 متر، ومثل ما نكون شايفين يعني العالم مرتاحة ورجعت على بيوتها، يعني أغلبية نسبة جيدة بدأت العودة إلى منازلها، ومن ثم يتم تأهيل البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي في حال وجود أي أضرار. شكرا لك. دعيني أؤكد إلى أمر غاية في الأهمية، كما ذكرت لك الجزء الأخير من هذه المنطقة نزلت الإذاعة والزبدية كانت خاضعة أو تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. هذه الأجزاء يحاول المدنيين لكن يطالبون بدخول عمال مؤسسة المياه والكهرباء والهاتف وأيضا الصرف الصحي ليعودوا إلى بيوتهم وإلى أحيائهم. نعم. طيب سريعا أنس، تحياتنا للأطفال المتواجدين حولك، ونقدر هذا الوضع أساسا، ولكن ماذا عن الريف الغربي وخاصة أنه الاستهدافات لا تزال تتواصل باتجاهه ومنه على بعض الأحياء في مدينة حلب؟ نعم، يعني المجموعات الإرهابية المسلحة تستمر فعليا بخروقاتها باتجاه الأحياء الآمنة. استهدفت عند الليلة الماضية وصولا إلى صباح هذا اليوم عدد من أحياء حلب الآمنة بالقذائف الصاروخية، الحمدانية، حلب الجديدة، جمعية الزهراء، الموغامبو، كل تلك الأحياء تم استهدافها، ما أدى لوقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المدنيين، إضافة أيضا إلى الأضرار المادية التي طالت أماكن تساقط هذه القذائف. أشكرك حتى اللحظة أنس رمضان، مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا مباشرة من أحد الأحياء المحررة بالتحديد من كورنيش الإذاعة في مدينة حلب. شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لكل الأطفال حولك. شكرا لك. الآن